تسجيلات طيبة الإسلامية الرياض تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول مصنف رحمه الله: قاعدة 29، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. قبل هذه القاعدة، في القاعدة إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة التي سبقت معنا، أشرنا إلى مثال ولا أذكر المثال الآن، يعني المثال اللي ذكرناه في نظر الظاهر من جهة مطابقته قد يكون فيه بعض يحصل بعض اللبس في فهم القاعدة، أو لم يحصل توضيح تماما، وهو ما إذا أردنا أن نأخذ بالقيمة لأن المسمى لم يتم. فذكرنا مسألة ما إذا اشترى سيارة، يعني فيما أذكر أنه بما إذا اشترى سيارة، وقلنا إنها مثلا تساوي أن قيمتها 50، أن قيمتها 50,000، والعقد فاسد لسبب من الأسباب، وهم اتفقوا على 60,000، سموا 60,000، يعني أكثر من قيمتها، والعقد فاسد. في هذه الحال هل نرجع إلى المسمى أم إلى القيمة؟ ذكرنا أنه يرجع إلى المسمى، يرجع إلى المسمى في هذه الحال، وإن كان العقد فاسدا، لأن العبرة بما اتفق عليه، ولأن المشتري رضي بالعقد والتزم به فلم يجبر عليه، فلا يرجع إلى القيمة. فإذا أردنا أن نقدرها نقدرها بما سمي من الثمن. فإذا تلفت السيارة مثلا، اشترى السيارة هذه ب60,000 وقيمتها 50,000، فتلفت السيارة، فأردنا أن نعطي صاحب السيارة مال سيارته، هل نعطيه المسمى أم القيمة؟ هل ما اتفق عليه وهو المسمى، أو القيمة هو ما تساوي وهو السعر؟ كثير من أهل العلم يقولون يفسد المسمى في هذه الحال لفساد العقد لفقد شرط من شروطه، فلا يلزم المشتري إلا القيمة. والأظهر في هذه الحالة في هذا المثال أنه يعطى المسمى لا القيمة، يعني في هذه الحال يعطى المسمى لا القيمة، لأنه متفق عليه وأخرجه برضاه، والعقد فاسد، لكن ما يمكن الآن إرجاع السيارة، تلفت السيارة أو تلفت السلعة التي اشتراها، فيعطى صاحب السلعة ما سمي في العقد. فهذا المثال يجعل في تلك القاعدة، القاعدة 19، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، وذاك المثال الذي ذكر يجعل مكان هذا. أنا ما أدري ماذا فيه من لبس، في شيء من اللبس وعدم، أو قد لا يكون واضحا، أو قد لا يكون مثال مطابق، وما سجل منه يلغى ويمسح ويجعل هذا المثال مكانه، يعني هذا هو ما أراد التنبيه عليه. القاعدة 29 هذه التي أشار المصنف رحمه الله، هذه واضحة من لغة العرب، وهي تقييد اللفظ بملحقات من وصف أو شرط أو استثناء كذلك، أو بدل أو توكيد أو ما أشبه ذلك مما هو، يرحمك الله، لاحق باللفظ. وهذا جار في مخاطبات الناس ومعاملاتهم، وجار في سائر العقود
وجار في سائر العقود، وجار في الوقوف الوقوفي والوصايا. فنشير إلى شيء من الأمثلة على سبيل الاختصار يوضح القاعدة في مسألة الوقف. يقول مصنف مثلا هنا: يجب تقييد لفظ ملحقاته من وصف. فإذا وقف الإنسان وقفا قال: هذه الدار أو هذا البيت وقف على الفقهاء، هذا وصف يلزم أهل الفقه وأهل العلم بالكتاب والسنة، فلا يدخل فيه من ليس فقيها، يدخل فيه كل من كان من أهل الفقه. أو وقفته على الفقراء، يكون خاصا بالفقراء، كل من كان فقيرا قريبا للموقف أم بعيد يدخل فيه. وقفته على المحتاجين أو ما أشبه ذلك، هذا وصف يجب تقييد اللفظ به، يجب تقييد اللفظ به. أو الشرط مثلا. وكذلك أيضا في الصفة قبل ذلك يجب الالتزام بها، سواء كانت الصفة متقدمة أم متأخرة. فلو قال: هذا البيت وقف على محتاجي أولادي وأولاد أولادي، هذه صفة متقدمة، يجب أن يكون الوقف خاصا بالمحتاجين من أولاده وأولاد أولاده، ومن لم يكن محتاجا كان غنيا فلا يدخل في الوقف. ولو كانت صفة أيضا متأخرة: وقفته على أولادي وأولاد أولادي المحتاج منهم، أو كانت متأخرة ومتوسطة: وقفته على أولادي المحتاجين وأولادي أولادي. فسواء كانت صفة متقدمة أم متوسطة أم متأخرة يجب تقييد اللفظ بها، لأن المقصود ظاهر. ثم يجب التساوي في الوقف، يجب التساوي في الوقف واشتراكهم جميعا، لأن الواو تقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قال: أولادي وأولاد أولادي، اقتضت المشاركة لا الترتيب. أما إذا أتى بثم: وقفته على أولادي ثم أولادي ثم أولادي أولادي، هذه تقتضي الترتيب، ويجب تقييد اللفظ بما دل عليه كلام الموقف. فلا يكون لأولاد البطن الثاني شيء حتى ينقرض أولاد البطن الأول. وهذه مسألة فيها خلاف، ومذهب كثير من أهل العلم يقولون إنه لا يستحق أولاد البطن الثاني حتى ينقرض أولاد البطن الأول، وقالوا إنه ترتيب بطن على بطن أو ترتيب جملة على جملة. فإذا وقف إنسان مثلا هذا البيت أو هذا البستان على أولاده وهم أربعة ذكور وإناث، أو ذكور أو إناث، فلا يستحق أولاد البطن الأول شيء، أولاد البطن الثاني أولاد الأولاد، حتى ينقرض أبناء البطن الأول ولو لم يبقى إلا واحد. فلو كان له ثلاثة أبناء فتوفوا إلا واحد وكلهم له أولاد، الأولاد الثلاثة، فلا يستحق أولاد الأولاد أو أولاد الأبناء إلا بعد أن ينقرض البطن الأول. وذهب تقي الدين رحمه الله أنه ترتيب فرد على فرد، وأن كل بطن يرث عن البطن الذي يرث ماله، يكون ما بعد البطن الأول وقفا عليه. فإذا توفى مثلا رجل من البطن الأول أولاده بعده
يكون نصيبه وقفا عليهم، يكون وقفا عليهم. وذا في خلاف، هل هم يتلقون الوقف عن الواقف أو يتلقون الوقف عن الموقوف عليهم؟ المذهب وقول كثيرين أنهم يتلقون الوقف عن الموقف عليهم، وقال آخرون أنهم يتلقون الوقف عن الواقف، ويتلقون عن الواقف. نقصد هذه مسائل خلافية، وكذلك مسألة أولاد البنات هل يدخلون عند الإطلاق أم لا يدخلون إلى غير ذلك. ثم أيضا مثل هذا الوقف عند بعض أهل العلم لا يصح الوقف على الأولاد، لا يصح، قالوا إنه وقف جنف ووقف إثم ويجب إبطاله. هذا التمثيل كله على قول من صحح هذا الوقف، وإلا ممكن تمثل فتقول وقفت على أولاد فلان وأولاد فلان، يصح عند الجميع، لكن هذا كله على صحة هذا الوقف. وجماهير الفقهاء على صحة مثل هذا الوقف، أن الإنسان يجوز أن يقف ما له على أولاده وأولاد أولاده. واختار إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عدم صحة مثل هذا الوقف، وسماه وقف جنف وإثم، وتبعه بعض أحفاده من أئمة الدعوة رحمة الله عليهم، وأبطلوا كثيرا من الوقوف التي فيها وقف عن أولاد، وقالوا إن هذا وقف جنف وإثم، وهو وصية لوارث، وفيه حرمان لغير الأولاد إذا كان له أب أو جد أو أم أو جدة أو كان له زوجة، فإن هذا فيه حرمان لهؤلاء. ثم فيه منع للتصرف، منع لهم من التصرف في هذا الوقف، والله سبحانه وتعالى جعله لهم يرثونه يتصرفون فيه بالبيع والشراء، فقد يكون حيلة على حرمان بعض الورثة. فلأجل هذا ولأجل هذه العلل أبطلوا مثل هذا الوقف. فإذا مثل على 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 إذا قلت مثلا كما سبق وقف على آل فلان أو أولاد آل فلان جرى عند الجميع، فالمقصود أنه يجب تقييد اللفظ بما دل عليه من وصف أو شرط. أو شرط مثلا وقف هذه الدار فقال هي وقف على فلان وفلان، لفلان كذا وقف على زيد وعمر، لزيد الثلث ولعمر الثلثان. ينبغي التقيد بما دل عليه لفظ الموقف. أو استثناء مثل وقفت على أولاد فلان إلا فلان وفلان، وقفت على قبيلة بني فلان إلا فلان إلا فلان وفلان. يجب التقيد بما دل عليه اللفظ من الاستثناء. أو وقفت على أولاد فلان إلا الفاسق منهم، أو وقفت على فلان إلا من استغنى منهم، وهكذا. وكذلك أو منه أيضا، منها أيضا أيضا التوكيد. مثلا إذا قال إنسان وقفت على أولاد فلان، يحتمل أنه أراد أولاده وأولاد أولاده، ويحتمل أنه أراد أولاده لصلبه مباشرة أو أولاده مباشرة ولا يريد أولاد أولاده. فإذا قال وقفت على أولاد زيد نفسه، اختص بأولاده من البطن الأولون ولا يدخل أولاد الأولاد، لأن التوكيد يخرج ما أوهم دخوله فيه كأولاد الأولاد. وكذلك أيضا في البدل، لو قال مثلا أوقفت على أولاد محمد عبد الله وصالح وأحمد، وكان له أربعة أولاد، قال وقفت على أولاد محمد عبد الله وصالح وأحمد وله ولد آخر اسمه زيد. العبارة الأولى على أولاد فلان يعم أولاده جميعهم، لكن لما ذكر عبد الله وصالح وأحمد وذكر هؤلاء الثلاثة، هذا بدل من الأول وبدل بعض من كل، فلا يكون أراد زيدا إنما أراد بعض أولاده. فإذا قال مثلا وأولادهم
يكون عطفا على الأول، فيكون يدخل في الوقف أولاده الثلاثة وأولاد أولاد الأربعة، يعني يدخل فيه عبد الله وصالح وأحمد ولا يدخل فيه زيد، أما أولادهم فيدخل فيه أولاد الأربعة، لأنه في أولادهم لم يقيدها كما قيدها في اللفظ، وما قال وأولاد عبد الله وصالح وأحمد، بل قال وأولادهم، يدل على أنه أوراد أولاد الجميع، أولاد الجميع. وهكذا مثلا مثل ما في مثلا في العطف، في عطف البيان، مثلا لو قال وقفت على ولد زيد أبي محمد وله ولدان كلهم يقال له أبو محمد، لو وقفنا على هذا قلنا إنه يريد أبا محمد، يريد الاثنين جميعا، لكن قال ولد أبي محمد عبد الله، يكون عطف بيان أنه أراد واحدا منهم وهو من يسمى عبد الله، أما الآخر فلم يدخل في الوقف. فالمقصود أنه يقيد اللفظ بما يلحقه مما يبين مراد الموقف، وهذا كله واضح عند تجرد اللفظ عن القرائن. أما إذا دلت القرائن على أنه أراد نوعا، أراد العموم أو أراد إدخال إنسان آخر، دلت القرائن ولم يذكر صراحة، لكن دلت القرائن للعرف والعادة أو لأن هذا هو لفظهم وهو منطقهم، فإنه يدخل، لأن العبرة في مثل هذا بما يقصده الموقف وما يريده وما تدل عليه القرائن، لكن كل هذا عن التجرد، وإلا فالموقف قد لا يكون له غرض ولا يكون له معرفة بهذه الدلالات من جهة الاستثناء والبدل و التوكيد وما أشبه ذلك، قد لا يكون له معرفة مثل هذه الأشياء. فإذا دلت القرائن على أو ظهر من عادته البلد أو الموقفين في ذلك الوقت أنه لا يريد مثل هذه الأشياء، فلا يلتفت إلى مثله، إلى هذه التقييدات اللفظية التي تخالف قصود الموقفين. من قد يكون بعض الموقفين يقول أوقفت على أولاد فلان، ويكون كما هو جار يريدون بالأولاد الذكور، كما هو جار في كلام الناس يريدون بالولد الذكر، مع أنه في كتاب الله وفي اللغة أنه يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، لكن قد يكون أولاد أولاد مثلا بني فلان هذا الذكور. فإذا ظهرت مثلا دلالات على إرادته شيء خاص عمل به، فهذا أيضا شرط لا بد منه في عقود المتعاقدين. وكذلك أيضا شرط آخر أن يكون هذا العقد موافقا، أن لا يكون مخالفا لكتاب الله، يجب أن يكون موافقا، فلو شرط بعض الشروط أو قيد بعض القيود التي تخالف كتاب الله لا يلتفت إليها. لو أنه وقف وقفا لمن يصلي عند المقبرة أو لمن يختم القرآن كل شهر عند القبر الفلاني، أو وقف هذا الوقف لمن هو على مذهب أحمد، أما من كان على مذهب الشافعي وأبي حنيفة فلا يعطى من الوقف، هذه أوقاف وإن صح بعض العلماء لكنها أوقاف تخالف النصوص، لأن مثل هذه لا اعتبار لها ولا يلتزم بها. فإذا لابد من الانتباه إلى مثل هذا، وأنه يشترط أن لا يكون مخالفا لكتاب الله، بل هو موافق أو غير مخالف، أو غير مخالف. وكذلك في ألفاظ الموقفين أن يكون قصد إلى هذا التقييد قصدا، أو جهلنا ما ندري، أو كنا ما يعني ما هناك عرف ولا هناك عادة، وجهلنا وش عادتهم، ما هي عادتهم، ما هي طريقتهم في الحالة، هذه نحمله على ظاهر اللفظ. القاعدة 30: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. هذه قاعدة يعني واضحة، وهي الذين يشتركون في الأملاك في البيوت وفي البساتين، هؤلاء
يشتركون في الزيادة والنقصان، وكذلك الذين يشتركون في شركة في بينهم في بيع وشراء فهم شركاء في الزيادة والنقص. فإذا حصل زيادة في هذا البستان ولأحدهم الثلث وللآخر الثلثان، فلهذا زيادة بحسب ملكه، وهذا له زيادة بحسب ملكه، أو شركاء في بيت وصار هذا البيت لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان أو الربع والآخر الأربع، فلكل منهم زيادة بحسب نصيبه في الملك. وكذلك في التعمير اللازم، لو أنهم اشتركوا في بيت، هم اشتركوا في بيت فاحتاج إلى التعمير، احتاج إلى التعمير وخشي من سقوط البيت، خشي من سقوط جدرانه مثلا، فأراد أحدهم أن يبني، أن يعيد جدرانه وأن يبنيه، لازم الآخر المشاركة في التكاليف المترتبة على البناء. فإذا أراد إعادة بناء هذا الجدار الذي يخشى عليه من السقوط مثلا أو سقط بالفعل، فإنه يشاركه فيه، أو كان مثلا جاره هما متجاوران مشتركان في الجدار الذي بينهم، مو مشتركان في نفس الملك، لكن في الملك اللي اشتركا في الجدار، هم بنياه، هم بنوه جميعا اشتركا فيه، فسقط الجدار مثلا، فيلزمه أن يشترك معه وأن يقوم بنصيبه من التكاليف، وأن يقوم بنصيبه من التكاليف في إعادة إعمار هذا الجدار. وقال بعضهم إن المباناة في الجدران لا تلزم، لأن هذا ضرر والضرر لا يزال بالضرر، لكن نقول عدم المباناة يترتب عليها ضرر أكبر من كشف أحد من الآخر والتطلع إلى محارم الآخر، لكن إذا كان هذا الجدار لا تأثير له ولا مضرة له، إنما هو زيادة وستار حاصل بدونه، ولا يحصل مضرة لأحد مع الآخر، فهذا يمكن يقال لا يلزمه. من أراد أن يعيد البناء له ذلك، ولا يجبر الآخر على مشاركته في البناء، لكن ليس له أن يمنعه. لو أراد أحدهم أن يعيد بناء الجدار ويقول أنا أريد أن أعيد بناء الجدار، وإن كنا مستغنين عنه، لا يجوز له أن يمنعه. فكذلك إذا كان بينهم جدار هم مشتركون فيه، كل منهم يستفيد منه أو يضع عليه، أن شاء أن يسقف مثلا يضع سقف، فله أن يستفيد من هذا الجدار ويضع عليه العمد والخشب، فلا يمنعه الآخر، لكن بشرط ما يكون في ضرر، وأن يكون عن طريق الاستهلاك حتى لا يذهب بمنفعة هذا الجدار. فهم مشتركون فيه من جميع الجهات، في الزيادة والنقصان، وكذلك في التعمير إذا كان مشتركا بينهم. وتقسط المصاريف عليهم بحسب ملكهم. فإذا كان عندهم هذا البستان وله تكاليف من يعمل فيه عمال، أو فيه مثلا أو مشتركون في ماشية بينهم، وتحتاج إلى المصاريف في طعامها وشربها ورعيتها، فلأحدهم ثلث الغنم أو ثلث البستان وللآخر الثلثان، فهم مشتركون في تكاليفها، فتوزع عليهم بحسب ملكهم. هذا هو العدل، ومن امتنع أجبر على ذلك، ولا يجوز له أن يمتنع من ذلك. ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون، لأن هذا هو الأصل، الأصل في الشركة التساوي، هذا الأصل في الشركة، الأصل في الشركة التساوي. فما نقول مثلا مع الجهل مثلا بنصيب كل منهم، ما نقول لا أنت عليك ثلث التكاليف والآخر عليه ثلث التكاليف، لا، حتى إذا ما علمنا وجهلنا حال هذه نجعل الأصل هو التساوي، الأصل بين الشركاء هو ليس الأصل في الحقيقة، ليس الأصل، الشركاء قد يكون أحدهم له الثلث وقد يكون له الثلث، لكن نقول هذا عند الجهل، عند الجهل في الغالب أن الشركاء يتساوون، ويكون ملك كل منهم نصف ملك الآخر، وهذا هو العدل أيضا، هذا هو العدل إذا جهلنا، أن يعدل بينهم ويجعل على أحدهم نصف التكاليف والآخر نصف التكاليف. وهذا أيضا لا فرق بين الأملاك الحرة والموقوفة، كما أشار المصنف رحمه الله
في كلامه. فإذا كانوا مشتركين في بستان حر ليس موقوف كذلك، أو موقوف عليهم، على موقوف على أناس معينين، هذا الوقف على أناس معينين يحتاج إلى العمارة، فيلزم الموقوف عليهم أن يقوموا بإصلاحه، لأنه وقف عليهم ولأنهم يملكونه من بعض الجهات، من جهة أن أحدا لا يشاركهم فيه، أن أحدا لا يشاركهم فيه بل هو وقوف عليهم. القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. هذه القاعدة جاءت أو لها مسائل كثيرة في أبواب الفقه، منها أو ما دل عليه أنه عليه في حديث ابن جمعة، في حديث قصة سعد بن أبي وقاص في ابن أمة أخيه ابن جمعة، وأنه خاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش ويعاهد الحديث واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. سعد رضي الله عنه جهل كأنه خفي عليه الحكم مسألة أن الولد للفراش، وظن أنه لمن كان منه الماء، فخاصم فيه وكان قد عاهر أخوه جارية جمعة وولدت غلاما هو أشبه شيئا به، فقال عليه الصلاة والسلام: الولد فراش وللعاهر الحجر، احتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. فأعملها في من جهة تحريم نظره عليها، من جهة الشبه. فأعمل بعض الأحكام عليه الصلاة والسلام وجعله أخاها من جهة أنه أخوها وأنه يرثها وترثه، لكن لم يجعله أخاها في المحرمية، ولأجل هذا هو أخوها، لأنه ولم يجعله لعتبة أخي سعد لأنه عاهرها، ولأن الأمة أمت جمعة وهي أمته، فالولد للفراش، وإن كانت عاهرت مع عتبة وزنت وهذا الشبه ولها شبه بين بعتبة، فلم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى هذا وأعمل الفراش، وقال الولد للفراش فهو ولد جمعة، فهو أخو سودة أخوها، لأنه ولد على فراش أبيها فهو أخوها، لكن أعمل الشبه من جهة واحدة، لما أنه كان أشبه شيء بعتبة أمرها عليه الصلاة والسلام أن تحتجب منه، قال احتجبي منه يا سودة، فبعض الأحكام عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا الحديث تبعض الأحكام. ومنه أيضا البنت من الرضاع تتبعض أحكامها، فلا ترث ولا تجب لها النفقة، لكنها بنت في التحريم والمحرمية فتحرم على أبيها، وفي المحرمية فهو محرم لها، فهي في التحريم والمحرمية تختلف عنها أحكامها في باب الإرث والنفقة، فتبعضت الأحكام فيها. وهذا أيضا على قول الجمهور في الابنة، في البنت من الزنا تحرم على الزاني ولا يجوز تزوجها، لكن لا يجوز تزوجها لأنها يعني تتبعض أحكامها. فهذا الأصل دلت عليه أدلة. ومنه أيضا في أبواب الفقه الأخرى في باب السرقة مثلا، السرقة لا تثبت إلا بالإقرار على الخلاف، هل هو بالإقرار مرة أو مرتين، وكذلك ثبوت السرقة بشاهدين، فلو أن إنسان ادعى أن فلان سرق منه
ولا عند الشاهدين، عند الشاهد واحد وحلف مع شاهده. نقول ادعى السرقة على رجل أو على إنسان، ادعى عليه السرقة وليس هنالك ما كمل نصاب الشهادة، نقول يثبت المال، يثبت المال، وعلى من اتهم بالسرقة تسليم المال لثبوته بالبينة، لأن المال يثبت بالشاهد واليمين كما قضى عليه الصلاة والسلام في قضاء بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد. فمن ادعى دعوة على إنسان أنه يطلبه 1000 ريال فمعه ومعه شاهد يحلف مع شاهده ويستحق المال، هذه بينة. فإذا ادعى عليه أن هذا المال ثبت عليه عن طريق السرقة وأنه سرق منه وطلب بقطع يده، نقول لا، ما يثبت القطع إلا بشاهدين، ما يثبت القطع إلا بشاهدين. أما بالشاهد مرة واحد، بالشاهد الواحد وباليمين، هذا لا يثبت بلا خلاف، لا يثبت به القطع. فتبعضت الأحكام، فتبعضت الأحكام، أثبتنا المال وقلنا للمتهم بالسرقة يسلم المال لأن ثبت بهذه البينة، ولا يثبت القطع لأنها لم تتم بينته. وكذلك مثلا دعوى الخلع، لو رجل ادعى على امرأة أن خالعها بمقدار من المال، أنه خالعها ب50,000 ريال مثلا، وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد، الخلع لا يثبت إلا بشاهدين. نقول في هذه الحال يثبت المال، وعليها أن تسلم المال وتبين منه امرأته لإقراره في الحقيقة، لإقراره، وتبين منه المرأة لإقراره بذلك. لكن لو ادعته المرأة، دعت الخلع على الرجل، المرأة ادعته قال أن خالعها مثلا، أن خالوانها تريد أن تبين منه وتطلب الخلع وتقول إنها خالعته، نقول أين البينة؟ قالت عندي شاهد وأحلف مع الشاهد، نقول لا، ما يثبت به الخلع في هذه الحال، لأنك لا تدعين مالا، تدعين خلعا، والخلع لا يثبت إلا بشاهدين، فلا يثبت شيء، ولا ووجوده كعدمه ما يعتبر بهذا، وهي زوجته. أما لو ادعاه هو ثبت العوض، ثبت العوض، ولا يثبت الخلع، ولا يثبت الخلع بالشاهد، إنما يثبت بإقراره هو، يثبت بإقراره، فتبين منه امرأته بإقراره. أما هي إذا ادعته كما سبق فلا يثبت إلا بشاهدين ولا تبين منه امرأته. هذه هي جملة الأحكام التي تؤخذ من القاعدة. كذلك أيضا ما شاء الله الشارح رحمه الله أن الولد يتبع أباه في النسب، ينسب إلى أبيه، ويتبع أمه في الحرية والرق. لو أن رجلا تزوج أمة مملوكة فإن أولادها يكونون مملوكين لسيدها هي، لسيدها هي، فإذا كانت مملوكة فيكون أولادها مملوكين لسيدهم، فيتبعون أمهم في الرق، فولايتهم لسيدهم وليست لأبيهم، وهم مملوكون لسيد الأمة زوجته، سيد الأمة إذا زوجته، إذا كان ثبت له جواز الزواج بأمة، أو وإذا كانت حرة هذه الأمة، وإذا كانت حرة فأولاده أحرار، واضح هذا. ويتبع في الدين خير أبويه، لو أن رجلا تزوج امرأة من أهل الكتاب يهودية ونصرانية، فولد الرجل من النصرانية مسلم، وولده من اليهودية مسلم، يتبع أبويه في الدين، يتبع خير أبويه في الدين، ما نقول ينتسب إلى أمه. وكذلك في النجاسة وتحريم الأكل، في النجاسة وتحريم الأكل، فالمولود بين حيوانين أحدهما نجس والآخر طاهر نحكم بنجاسته، أو أحدهما محرم الأكل والآخر حلال نحكم بتحريم الأكل. فالبغل المولود بين الحمار والفرس
ما نقول حلال الأكل لأنه مولود بين حرام الأكل وحلال الأكل، لا، نقول إنه يتبع ضيف النجاسة، كما عشان شان يتبع ضيف النجاسة والتحريم، في النجاسة والتحريم، التحريم يعني يتبع شرهما وأخبثهما في النجاسة والتحريم. فإذا كان أحد أبويه نجسا كان نجسا، أو كان أحد أبويه محرم الأكل كان محرم الأكل. القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. هذه المسألة أو هذه القاعدة ترجع إلى مسألة النية، وأنه العبرة بهذا في النية. فإما من أدى عن غيره واجبا، من أدى عن غيره واجبا ونوى عدم الرجوع فإنه لا يرجع، لو كان لإنسان على إنسان دين يطلب دين، فتبرع إنسان بقضاء الدين ولم ينوي الرجوع، ما نوى الرجوع، بعد ذلك نوى الرجوع بعد سداد الدين، جاء لمن سدد عنه وقال أنا سددت عنك الدين، أريد أن تقضيني هذا الدين الذي قضيته عنك. النية إليه هو لا نعلم بها، فيدعى صدق، لكن إذا كان ما نوى قبل ذلك، أو اعترف أنه حال السداد ما نوى لكن نوى بعد ذلك، نوى بعد ذلك أو ندم أو ما أشبه ذلك، لا نقول لا شيء لك، لأن هذا أشبه بصدقة التطوع، صدقة التطوع، ولا يجوز لك في هذه الحال الرجوع فيها وتقول أريد قضاء المال، سداد الدين الذي قمت بوفائه. هذا كله عند رضا المدين، ولو لم يرضى المدين بأن يسدد عنه الدين فله ذلك، لكن إذا رضي المدين بذلك وقضى عنه وكان لم ينوي الرجوع فلا رجوع، وإن كان نوى ذلك ولم يبين النية وقال إنه نوى الرجوع فإن هذا هو آثم في هذا ولا يجوز له في هذه الحال. إذا كان الحال الثاني قضى عنه الدين، هذه الحالة الأولى لم ينوي وليس بينه وبين المدين أي عقد، ليس ضامنا عنه ولا متكفلا عنه بالدين. الحال الثاني إذا كان قضى الدين وقد ضمن الدين عنه، هذا إنسان ضمن إنسان، قال أنا أضمن عنك قضاء الدين، أضمن عنك قضاء الدين للدائن، فضمن بإذنه وقضى الدين بإذنه. الحال الأولى أن يضمن الدين بإذن المدين وأن يقضي بإذن المدين، يعني هو ضمن بإذنه وقضى بإذنه، لما قضى قال أنا سوف أقضي عنك وأريد أن تأذلي في القضاء. إذا ضمن بإذنه وقضى بإذنه فيرجع بلا خلاف وعلى المدين وفاء من قضى الدين عنه. الحال الثاني أن يضمن عكس هذه، أن يكون الضمان بغير إذنه وقضاء الدين بغير إذنه، وقضاء الدين بغير إذنه ما أخبره، في هذه الحال لا يرجع إلا أن ينوي في هذه الحال لا يرجع، وظاهر الحال أنه تبرع. الحال الثالث أن يضمن بإذنه وأن يقضي بدون إذنه، أن يقضي بدون إذنه، فيضمن المدين إن كان نوى الرجوع.
هذه الحالة الثالثة ضمن بأمره وقضى بغير أمره. الحال الرابع، الحال الرابع عكس هذه أيضا، عكس هذه من جهة، ضمن بغير أمره وقضى بأمره، وقضى بأمره فيرجع النوى. فالمدار في هذه الحال على النية، فالمدار في هذه الحال على النية، فإذا نوى الرجوع فله ذلك، فإذا ادعاه صدق بهذه الحال، لأنه يعني صدق في هذه الحال. هذا هو من أدى عن غيره واجبا، ويشترط في هذا الواجب ألا يحتاج إلى نية. فإن كان الواجب يحتاج إلى نية كالزكاة مثلا، إنسان أدى عن غيره الزكاة، عليه دين، عليه زكاة مثلا في ماله وقضى عنه الزكاة، وجاء قال أخبره قال أنا أديت زكاة، قال كم زكاة مالك؟ سأل عن زكاة ماله، أو هو يعلم زكاة ماله، فقال أنا قد أديت زكاة مالك ولا استأذن منه ولا شيء. في هذه الحال نقول لا يصح أداء، لا يصح أداؤك للزكاة عنه ولا يجزئ، لأن هذا الدين لأن هذا الدين دين لله سبحانه وتعالى حق للفقراء، يحتاج إلى نية. أما ذلك دين الآدميين فلا يحتاج إلى نية. فرق بين ما يحتاج إلى نية وبين ما لا يحتاج إلى نية. فما لا يحتاج إلى نية إذا قضاه المكلف عن إنسان صح القضاء. هل يرجع ولا يرجع؟ على ما ذكر قبل يرجع في كثير من الأحيان، وبعضها لا يرجع، فإن والرجوع رجع، وإن لم ينوي الرجوع فلا، وإن لم ينوي الرجوع فلا. أما إذا كان يحتاج الدين إلى نية كالزكاة والكفارة، قال أنا قضيت عنك الكفارة اللي عليك، أديت عنك كفارة كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة وطئ في رمضان، وكفارة القاتل خطأ أديتها عنك، نقول هذا ما يصح، لأنه يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، فعليه أن يؤدي الكفارة مرة ثانية. القاعدة 33، هذه القاعدة إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. هذه أشرنا إليها في القاعدة الأولى، وقلنا إنها قلنا في القاعدة الأولى إن هنالك قاعدة قريبة منها وهي هذه القاعدة، وقد استعجلنا الكلام عليها في تلك القاعدة، في تلك القاعدة، وأشرنا إلى مسألة تزاحم المصالح لارتباط القاعدتين بعضهما ببعض. فيقدم الواجب على المستحب في مسألة إذا حضرت الصلاة المكتوبة وحضرت الصلاة المكتوبة، فإنه يشرع يجب عليه أن يبدأ بها ولا يصلي مثل الراتبة أو يصلي تحية المسجد، فإنه في هذه الحال يقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وهذا له أمثلة كثيرة. وإذا تزاحمت المفاسد أيضا واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها كما سبق، فترتكب أخف المفسدتين وتترك أعلى المفسدتين، كما في مسألة المصالح إذا تزاحمت قدم أعلى المصلحتين عكس المفاسد، فيترك أعلى المفسدتين في المفاسد ويترك أعلى أخف المصلحتين في المصالح. هذا إذا عند التزاحم لم يمكن، إذا لم يمكن الجمع بينهما، هذا مثل ما قال المصنف رحمه الله إذا تزاحمت. أما إذا أمكن الجمع بين المصالح هذا هو المطلوب، أمكن يصلي الراتبة ويصلي الواجب، طيب هذا هو المطلوب، أمكنه يقضي الواجب عليه من رمضان وكذلك يصوم نفل، يصوم نفل، فإذا أمكن الجمع بينهما كان الواجب، إذا أمكن الجمع بينهما، إذا أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن قدم الأعلى منهما. القاعدة 34، إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته،
واختياره، وإن كان لمصلحة غير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. هذه القاعدة تجري في مسائل التخيير، قد يرجع لمصلحة الإنسان وقد يرجع إلى مصلحة غيره. إن كان يرجع إلى مصلحته هو فالأولى له اختيار الأفضل والأعلى، لكن لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. فإذا اختار أحد الأمرين أو أحد ثلاثة أمور له ذلك، لأنه يرجع إلى شهوته هو، ولا يلزم بأن يختار شيئا معين. لو قلنا إنه يختار شيئا معين ما كان الاختيار، صار واجب ما صار مخير. لكن إذا كان الذي أمر إذا كان الذي وسع في اختياره في بعضه مصالح أعلى فاختار الأعلى كان أفضل. وهذه يكون في مسائل التي فيها التخيير، مثل كفارة اليمين، عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. في هذه الحال يخير بين هذه الثلاثة أشياء حسب ما يشتهي، يختار العتق أو الإطعام أو الكسوة، له يختار ذلك. فإذا اختار مثلا العتق وتيسره ذلك وكان قادرا عليه، لا شك أن مصلحته أن نفعه أعظم وأجره أعظم. وكذلك في كفارة الأذى في الحج، فدية من صيام أو صدقة نسك، جاء في الحديث حديث كعب بن عجرة تفسيرها بصيام 3 أيام إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فيخير بين هذه الثلاثة أشياء، يخير بين الثلاثة أشياء. فإذا أرى قدم كان أفضل وأولى لما فيه من التقرب، لأنه من جهة كونه عبادة مالية أفضل من إطعام كونه يطعم 6 مساكين 3 أصع، وفيه أيضا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنحو هذا القربان وإراقة للدم فهو أفضل. لكن هو يرجع إلى اختياره وشهوته، لا يختار هذا أو يختار هذا يختار هذا، حتى ولو كان قادرا على الأعلى. وهكذا في مسائل أخرى أشار المصنف رحمه الله في كلامه. وهذا هو الأصل كما قلنا، أنه تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، لأنه لمصلحته هو، لمصلحته هو. أما إذا كان لمصلحة غيره فيجب عليه أن يختار الأصلح، أن يختار الأصلح. ولي اليتيم يختار الأصلح لليتيم، يختار الأصلح لليتيم. ومن هذا قول العلماء تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فيجب عليه أن يختار الأصلح في هذا، لأنه تصرف يتعلق بالغير. فما كان تصرفا متعلقا بالغير فيجب أن يختار الأعلى والأصلح. فإذا كان هناك أمران أحدهما أنفع وأصلح وجب عليه أن يختار الأصلح. فإذا كان إنسان ولي ليتيم مثلا، إنسان ولي ليتيم، ولي ليتيم، وأراد أن يبيع له أو أن يتصرف في ماله، مثلا أراد أن يشتري له أرض مثلا حتى يتكسب من ورائها ويشتري بماله، ينظر في الأصلح، هل الأصلح شراء الأرض له وحفظها له، أو الأصلح إبقاء ماله؟ لأن قد مثلا إذا اشتريت الأرض ينقص ماله ويضر عليه في نفقته ويحتاج إلى نفقة، أو إن شراء الأرض قد لا يكون في مصلحة، وأن هذه الأرض ليس مناسب شراءها لليتيم وأنها في مكان لا يناسب، أو أراد أن يشتري البيت مثلا وأنه ليس من الأصلح شراء البيت له، فالأولى له أن يشتري. إذا كان الأصلح شراء الأرض شراء الأرض، وإذا كان الأصلح شراء البيت شراء البيت، إذا كان الأصلح عدم الشراء لا يشتري. وإن كان في كليهما مصلحة، شراء الأرض في مصلحة له مثلا وشراء البيت في مصلحة، لكن مصلحة إبقاء المال أعلى ليجعل في مشروع آخر،
وهذا يتبين يعني بالتأمل وبالنظر في الأمثلة يتبين. أيضا من المسألة الأولى مسألة الأولى وهو إذا كان التخيير لمصلحتي هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله في كلامه في مسألة الدية. قال مسألة الدية أنه مخير أن يخرج يعني 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 2000 حلة أو هما ذكر الحلة لكن مذكورة فيه أو 1000 دينار أو 12000 درهم. هذا التخيير مثل ما أشار إليه الشارح رحمه الله إن قيل إن هذه كلها أصول فهو تخيير، إن قيل إن الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير والحلل إنها أصول في باب الديات، أصول في باب الديات إن ورد فيها أدلة، فإذا كانت أصولا في باب الديات وأن الإبل أصل وأن الدراهم أصل والبقر أصل والغنم أصل كلها أصول مخير، وإن كانت ليست أصولا بل هي أبدال من الإبل، وهذا هو الأصح، الأصح أنها ليست أصول لكنها قيم لها، قيم لها إذا لم توجد أو لسبب من الأسباب، وإلا فالأصل هو وجوب الإبل، فإذا جعلت لي يعني جعلت أبدال لها لسبب من الأسباب فإنه في هذه الحال يقضي الدية من مبدلاتها، فالإبل هي الأصل، هي تدخل في هذه القاعدة إذا قيل إنها أصول، وإن لم نقل إنها أصول لا تدخل في القاعدة. القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. هذا إذا كان السبب ينهض للعقوبة لكن سقطت العقوبة لسبب، هذا يضاعف عليه الضمان. هذه القاعدة مأخوذة من حديث عبد الله بن عامر عند أبي داود والترمذي، وله أيضا جال الشاهد آخر أو شاهدان في معناه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام في مسألة سرقة الثمار قال: من أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني في ثوبه، فلا شيء عليه، ومن سرق ومن أخذ منه بعد فمن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. من خرج منه بشيء يعني زيادة على حاجته، سرق منه شيء وهو في رؤوس النخل، إذا سرق منه وهو في رؤوس النخل، من أكل إن كان أكل محتاج مر بالبستان وأكله محتاج لا بأس بذلك، وهذا على شروط ذكرها العلماء، ليس هذا موضع ذكرها فيما يتعلق بجواز الأخذ من عدم جوازه وفي حال اضطرار من عدمه، لكن إذا جاز الأخذ، فإذا أخذ من رؤوس النخل شيء في أخذ شيئا قبل أن يحرز، قبل أن يوضع في الجرين أو في البيدر في موضعه الذي يحرز فيه، فهذا عليه غرامة مثليه، عليه غرامة مثليه، يعني قيمته مرتين أو مثله مرتين، والعقوبة جلدات نكال، يعني يعاقب ويجلد لأجل افتياته ولأجل سرقته، وإن أخذ منه بعد أن يؤيه الجريمة فعليه القطع لأنه أخذ من الحرز. فهذا أصل في أن من وجد موجب العقوبة لكن لم يصل إلى الحد الأكبر فيها في مسألة مثلا القطع، فمن أخذ من رؤوس النخل شيء من الثمر من تمر أو غيره، في هذه الحال عليه غرامة مثله، لأنه لما سقط عنه القطع لأن سرقته لم تتوفر فيها الشروط، وإن كان اللي سرق نصاب فأكثر قيمة نصاب، لكن سقط شرط من شروط السرقة وهو الأخذ من الحرز، ما أخذ من الحرز، لأن حرزه يكون في البيدر، بخلاف ما إذا سرق منه وهو في رؤوس النخل وهو محرز في بيت، إذا كان النخل في البيت و يعني يتجاوز الحرز مع الجدار
دخل وهذا تقطع يده لأنه الحق محرز وإن كان في رؤوس النخل، لكن إذا كان غير محرز في بستان مفتوح أو في بستان في صحراء أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكون حرزه رؤوس النخل، حرزه إذا كان في البيدر في مكانه اللي يجمع فيه والذي يحفظ فيه، فهذا إذا سرق منه عليه غرامة مثليه. وهذه مسائل فيها خلاف، هل يلحق به بالثمار سائر أنواع الثمار، وهل يلحق به مثلا من سرق من الحرز ولم يبلغ المسروق نصاب، مثل إنسان سرق من الحرز من المكان الذي يحفظ فيه المال، أو سرق من مكان التمر الذي يحفظ فيه ويعني بعد أخذه من رؤوس النخل سرق من حرز لكن المسروق أقل من نصاب لا يبلغ ربع دينار، أو سرق من المال شيء لا يبلغ ربع دينار ربع دينار، في هذه الحال هل يقال أيضا يلحق به ويقال عليه غرامة إليه، أو مجرد عليه التعزير ولا ليس عليه غرامة، أو يكون خاص بالثمر والماشية، لأن جاء في نفس حديث عبد الله بن عمرو وفي حريسة الجبل غرامة مثليها أيضا، يعني المحروسة اللي ما تكون محرزة تكون في الجبل، أما إذا كانت لا مع الراعي وهو منتبه يراها وينظر إليها فهذا هو حرزها، بخلاف ما إذا كان غافلا عنها أو نائما فليست محرزة. فإذا كانت هذه الإبل أو هذه الماشية غير محرزة فسرق منها فهذا لا يثبت عليه القطع لكن عليه غرامة المثلين، واختاره بعض أهل العلم، فمن سقطت عنه العقوبة لموجب فعليه غرامة المثلين والعقوبة. ومنه أيضا في غير باب السرقة من سقط عنه وجوب القود لكونه قتل نفسا، فمن قتل نفسا فإذا قتل المسلم مثلا ذميا وسقط عنه القود لكونهما لا يتكافئان، هذا مسلم وهذا ذمي، لا سقط عنه موجب سقطت عنه عقوبة القتل لكن يغرم العقوبة مثليه، نقول عليه دية ماذا؟ ايش يجب عليه؟ دية أو ديتان؟ نقول يجب عليه ديتان، وش مقدارها؟ كم مقدارها؟ كم؟ 100 ولا 200؟ كم دية الذمي؟ فكم تكون الدية؟ 100، نعم، فيكون عليه ديتان من دية أهل الذمة، وهي تعادل دية مسلم لأن عقل أهل الكتاب مثل نصف عقل المسلمين، فهذا أصل في هذا الباب. وهذه مسألة تغريم مضاعفة العقوبة هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور، أما على قول الجماهير فلا تضعيف، واعتمدوا على أثر عن عثمان رضي الله عنه في مثل هذا، وأنه جاء وأنه غرمه أضعف عليه العقوبة رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان، يعني فلا ضمان عليه. وهذه القاعدة دلت عليها أدلة من قواعد الشرع الأخرى، ولها أدلة عامة، وهذا من العدل أن من أتلف شيئا فإن كان لينتفع به فعليه الضمان، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه، وهو حينما ينتفع به قد يكون أو قد يحصل له دفع أذى أيضا، دفع أذى وانتفاع جميعا، دفع أذى لأنه لم يتناول هذا الشيء أو هذا المأكول الذي ينتفع به إلا ليدفع به مضرة في الغالب، أو أتلف حيوانا
لينتفع به، قد يكون لأجل دفع المضرة وقد يكون لأجل الانتفاع. يعني في القاعدة من أتلف شيء لينتفع به ليس المراد أنه يحصل له نفع بدون دفع أذى، قد يتلازمان فينتفع بدفع الأذى عن نفسه ولأجل دفع مضرته. وهذه القاعدة كما قلنا لها أدلة من عموم الشرع ولها أدلة خاصة، فمن ذلك أو من الأمثلة في هذا الباب لو صال عليه صيد في الحرم، الصيد في الحرم مضمون بمثله أو بقيمته أو يصوم أو يقدره بالصيام، فالمقصود أنه مضمون بمثله، أنه مضمون بمثله، فيشتري مثلا بقيمته طعاما لكل مسكين نصف صاع بقدر قيمته، أو يصوم مكان كل يوم، أو يكون يصوم مقابل إطعام كل يوم مسكين، مقابل كل مسكين صيام يوم إذا لم يطعم، فهو مخير بين هذه الأشياء، على خلاف في تفاصيل هذه المسألة. فإذا صال عليه صيد في الحرم فهو مضمون، الصيد في الحرم مضمون بهذه الأشياء، لكن إذا صال عليه حيوان لا يجوز قتله، أما المؤذيات فتقتل ولا ضمان فيها. فإذا صال عليه حيوان ولو كان مضمونا في أصله فإنه لا يضمنه لأنه فإذا قتله لا ضمان عليه لأنه لدفع المضرة ولتحصيل المنفعة أيضا، فهو لم يدفع المضرة، يدفع المضرة التي وصلت إليه وينتفع بدفعها. فإذا كان الاعتداء من جانب هذا الحيوان هو الذي ابتدأ فقتله فلا ضمان عليه لأنه لدفع الأذى، وإن كان قتل هذا الحيوان ليأكله للمخمصة، لم يعتدي عليه هذا الحيوان إنما قتله للمخمصة ولأجل أنه جائع، فإنه يضمنه لأنه ينتفع به ولم يحصل له منه اعتداء فيضمنه. ومنها أيضا المحرم إذا أصابه أذى في رأسه فأراد أن يحلق رأسه لأجل دفع الأذى، لو حلق المحرم رأسه في هذه الحال حلق الشعر، هل لمثلا سبب مثلا قمل أو في رأسه مثلا حصل يعني شيء من الجروح في رأسه فاحتاج إلى حلق الشعر مثلا للخياطة أو للتداوي أو ما أشبه ذلك، فاحتاج إلى حلق الشعر، في هذه الحالة هل هو لدفع الأذى أو لتحصيل المنفعة؟ إيش تقولون؟ نعم، إذا حلق عليه كفارة ولا عليه كفارة؟ والقاعدة عندنا أنه إذا كان للانتفاع ففيه كفارة، وإن كان لدفع الأذى فلا كفارة. طيب في هذه الحالة إذا حلق المحرم رأسه عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ عليه كفارة. طيب هل هو الآن الشعر المحلوق هل حلقه لدفع الأذى أم للانتفاع؟
لهما جميعا. طيب لابد نغلب واحد منهم، لابد، يقول حكم الغالب. في هذه الحالة ايش تقولون؟ يعني هو الآن حلق الشعر، وقلنا إن هل الشعر من هذا، هل هو انتفع بحلق الشعر لما حلق رأسه، حلقه منتفعا بالحلق، أو حلقه دافعا على الشعر، أو لي أو نعم واحد من هذا الأمرين، هل حلقه للشعر لأجل انتفاعه بحلقه، أو لأجل دفع أذى الشعر، دفع الأذى، يعني الشعر هو المؤذي. طيب يصير ما عليه كفارة، صار الشعر المؤذي، حين نقول عليه كفارة، هل الأذى من الشعر، هل الأذى من الشعر أو من غير الشعر؟ نعم، من غير الشعر. إذا الأذى من غير الشعر أليس كذلك؟ صار في مثلا قمل أو قروح أو ما أشبه ذلك، أو جروح حينما حلق الشعر، هل المؤذي الشعر أو غير الشعر؟ غير الشعر، نعم المؤذي غير الشعر، لكن هو ينتفع بحلق الشعر الحقيقة. مثل من قصة كعب بن عجرة لما أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق الشعر، قال يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. وفي لفظ أتاني النبي عليه، هذا في الحديبية، وأنا أوقد على برمة لي، على قدر يطبخ طعام، فرأى الشعر يتساقط من رأسه، فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، قال احلق رأسك. لما حلق الشعر، هل الأذى من القمل أو من الشعر؟ من القمل، الشعر ما من أذى، لكن لا يمكن إزالة أذى القمل إلا بحلق الشعر. فكأن القمل في هذه الحال جعل الشعر محلا لدفع الأذى، لكن لما أنه في هذه الحال لا يمكن دفع أذى القمل إلا بحلق الشعر، حلق الشعر وفدي لأنه ليس منه أذى، ليس منه أذى. ولهذا لو كان قمل يسير فأزاله بدون حلق الشعر لا فدية عليه، ولا يجوز له، بل لا يجوز له أن يحلق الشعر، شيء يسير يزيله مثلا، أو يعني حصل أذى لكن محتاج إلى حلق الشعر لكونه شيء يسير. في هذه الحال هذه المسألة منطبقة على القاعدة، وهو يحلق الشعر للانتفاع به بالحقيقة، ودفع أذى الجروح التي برأسه أو غيرها. فلهذا نقول إن عليه الكفارة صيام 3 أيام، وإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة، عليه الكفارة. من أيضا طيب مثال آخر هنا، مثلا وما أشار إليه، لكن لو أنه نزل حاجب شعره، أرحمك الله، حاجب العينين في عينه، وصار يؤذيه الشعر، صار يؤذيه، وصارت تمتد الشعرات إلى داخل العين، كلما رفعها نزلت، وقص منها ما يزيل الأذى، في هذه الحالة عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ الشعر مؤذي ولا هو مؤذي في هذه الحالة؟ قصه لأجل دفعي هذا الشعر، في هذه الحالة نقول لا فدية عليه. مثاله لو أنه انكسر الظهر، كسر ظهره وتدلى منه قطعة، صارت تؤذي، كلما لمس شيئا آذاه، كلما لمس شيئا علق به من ثوب وغيره، نقول هذه يقص هذا الظفر المتدلي الذي بقي من الشيء يسير، لأنه يكون في حكم الصائل في هذه الحالة والمؤذي والمعتدي، فلا كفارة عليه. ممكن أن يستدل له من جهة الأدلة، أنا بحسب ما رأيت، ما هو هناك له نصوص عامة، لكن ما رأيت ذكر نصوص خاصة لهذه القاعدة، ويظهر والله أعلم أن مما يستدل لهذه القاعدة
للنصوص الخاصة ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في من اطلع في على بيت الإنسان من جحر مثلا من الباب من خرق في الباب أو من صائر الباب أو مع النافذة وجعل ينظر. جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لو أن رجل أو أن إنسان اطلع عليك فوقعت عينه فلا جناح عليك. وفي لفظ في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جعل يرغب ينظر إلى إنسان ينظر من جحر في إحدى حجر النبي حجر نسائه عليه الصلاة والسلام فجعل يقتله عليه الصلاة والسلام بمدرة شيء من الحديد يحك به الرأس أو يفرق به الشعر بمدرة ليريد أن يطعنه في عينه وفي لفظ فإن فقعت عينه فلا جناح عليك ولا كفارة أو قال فلا دية له ولا كفارة ثبت بإسناد صحيح. فهذا في بيان أن مثل هذا الصائل وهذا المعتدي أن مثل هذا المعتدي لا جناح عليه لو آذاه بشيء يدفع به أذى لأنه في هذه الحالة يدفع الأذى مع أنه لو كان عن طريق الخطأ بدون ما يكون منه أذى فإنه في هذه الحال عليه ضمانه لو أذاه بأن فقع عينه أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا دليل يمكن يستدل له أو من خصوص الأدلة لهذه القاعدة. القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. هذه القاعدة مثل ما أشار المصنف رحمه الله يختلف الترجيح يختلف إذا اختلف المتعاملان أو اختلف المتبايعان في معاملة أو اختلف الزوج والمرأة في بعض شروط النكاح. فإذا تبايع سلعة واختلف في شيء من الشروط يختلف الترجيح، منه ما يرجح قول البائع ومنها ما يرجح قول المشتري بحسب القرائن والأصول في هذه المسائل. فإذا مثلا اختلف مثلا في الأجل، قال أنا البائع والمشتري اختلف في الأجل، باع السيارة وادعى المشتري أن الثمن مؤجل أنه غير حال، في هذه الحال نقول القول قول من ينفي، القول قول النافي، قول قول النافي لأن الأصل يعضده ولأن الأصل هو الحلول، وعدم التأجيل أو اختلف مثلا في شرط، شرط في المبيع شرطا معينا زيادة على اشترط في المبيع شرطا، فإن الأصل فإن القول قول من ينفيه. أو اشترط البائع الرهن للثمن، الثمن هو بحال مثلا، واشترط البائع الرهن قال أنا رهنته أو اشترطت عليه رهنا، نقول في هذه الحال القول قول من ينفي الرهن، لأن الغالب أن العقود تكون لأن العقود تكون مع هذه الشروط وتكون بعدمها، وهي صحيحة بدونها ما في إشكال، لكن تكون معها وتكون بدونها. فإذا ادعى زيادة على أصل العقد الذي تم البيع به بالتفرق أو إسقاط الخيار على القول بسقوطه ولو كان في المجلس، فإنه في هذه الحال من ادعى زيادة عليه فعليه البينة التي تثبت ذلك.
وهذه المسألة فيها خلاف، يعني هذه مثل هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها فيها خلاف، يختلف الترجيح، يختلف القول حسب الترجيح، يختلف القول حسب الترجيح. ف يعني مما ايضا لا يفوتنا ان نذكره في القاعدة التي قبل ذكرنا ان من اتلف شيئا لمنفعته ضمنه، ويضاف الى القاعدة التي قبلها حتى يبين ان المسألة ان القاعدة ليست متفقا عليها وانها محل اجماع، لا، هذه قواعد مثل ما سبق لنا قد تكون متفق عليها وقد يكون موضع خلاف، وقد تكون قاعدة أيضا مرجوحة ولا دليل عليها، وقد تختلف بحسب الأدلة، وهذا الغالب عن القواعد، هذا الغالب عن القواعد أن تكون أغلبية وأن بعض مسائلها يكون الدليل على خلاف ما دلت عليه القاعدة. مثلا في أيضا نجي إلى مسألة القاعدة التي قبلها، لو أن إنسان في مخمصة اضطر إلى أكل طعام، إنسان مو موجود يستأذنه، أو موجود فمنعه وهو مضطر، ما يجوز له منعه، يجب عليه أن يبذل له، ويجب عليه أن يعطيه ما يكفيه، إذا كنا نقول بوجوب الضيافة، فكيف إذا كان في حال المخمصة؟ فالأمر أشد. فإذا أكل من طعام هذا الإنسان لمضرته، جمهور الأئمة الأربعة يقولون يضمن قيمة ما أكل. والقول الثاني قول لبعض المالكية، وهو قول قوي، أنه لا ضمان عليه وإن كان لانتفاعه، وحينما أكل هذا الطعام أو هذا الحيوان اللي أكله فإنه ليس لدفع أذاه، إنما لانتفاعه، هو ينتفع بهذا والمأكول لم يؤذه. ومع هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ضمان عليه، وقالوا إنه وأن الأكل واجب، والواجب لا يؤخذ له عوض، هو قول قوي. فالمقصود أن مثل هذه القواعد يختلف فيها الترجيح. القاعدة التي معنا هذه ذهب بعض أهل العلم إلى هذه المسألة، هو أن من ادعى شرطا أو أجلا أو رهنا، قال بعضهم إن الأصل قول، إن القول قول من ينفيه، وقال بعضهم القول قول المشتري. في تفصيل في مثل هذه المسائل ذكروه في كتب الفروع، لكن هنا في هذه في المسألة التي أشرنا إليها القول قول من ينفي، هذا هو الأصح. ثانيا من المسائل المتعلقة أيضا بهذه القاعدة، إذا تبايع وتم العقد، مثلا تم العقد وادعى أحد المتبايعين شرطا فاسدا، أو ادعى فساد العقد بشرط من الشروط، بجهالة في الثمن أو ما أشبه ذلك من فوات بعض الشروط، أو ادعى خيارا مجهولا، قال نحن أثبتنا خيار مجهول، وهذا قال جماهير أهل العلم بعدم صحته، أو الثمن فاسد مثلا أو مجهول الثمن، فإذا ادعى أحدهما فساد العقد لسبب من الأسباب، فالقول في هذه الحالة قول مدعي الصحة، قول مدعي الصحة. فإذا قال المشتري مثلا، إذا قال المشتري إن العقد مو بصحيح، لأن الخيار مجهول أو ما أشبه ذلك ما يفسد العقد، وقال البائع لا، ما فيه عندنا خيار مجهول، العقد تام وصحيح ولا في شيء من الشروط الفاسدة ولا يفسد العقد، نقول قولك أيها البائع. أو بالعكس، ادعى البائع فساد العقد، قال المشتري لا، العقد صحيح وتام ولا فيه أي مفسد، نقول قولك أيها المشتري. ما نقول قول المشتري، نقول قولك أيها المشتري لأنك مدعي الصحة، ليس لأنه المشتري، فقد يكون ادعاه البائع، قد يكون ادعى الفساد البائع فيكون قول المشتري، وقد يكون ادعى الفساد المشتري فيكون قول البائع، لأنه يدعي الصحة. لماذا؟ لأن الأصل في عقود المسلمين أنها تجري على الصحة، والأصل هو انتظام العقد وصحته وسلامته، هذا الأصل. من ادعى خلاف ذلك يقول عليك البينة التي تثبت ذلك.
وهذا منه. مسألة ثالثة أيضا مما يوضح هذه القاعدة، إذا اختلف المتعاملان في النقد، قال بعضهم نحن تبايعنا بالريالات المتعامل بها، وقال الثاني لا، البيع تم بالدولارات أو بالدنانير أو ما أشبه ذلك، ادعى ثمنا غير الثمن المتعامل به، نقول في هذه الحالة القول قول مدعي نقد البلد المتعامل به، لأنه هو الجاري التعامل به، وإن كان قد يتعاملان بغيره من الأثمان، لكن الأغلب والأكثر أن التعامل يكون بنقد البلد، والحكم في هذا يكون الأغلب، ما لم يكن هنالك شيء يبين خلاف قول الثاني، وهكذا في المسائل التي قبلها. مسألة الرابعة أيضا متعلقة بهذه القاعدة، إذا اختلف في قدر الثمن، قدر الثمن اتفق على جنسه وعلى صفته، اتفق عليه في هذه الريالات المعينة، هذه الدولارات، هذه الدنانير، أو بذهب أو بفضة، لكن اختلف في قدر الثمن، قال بعضهم أنا اشتريت منك السيارة ب50,000، قال الثاني لا، اشتريتها ب51. في هذه الحالة خلاف كثير بين أهل العلم، لكن ما دلت عليه السنة في مثل هذا أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن هذا داخل تحت يعني أنهم في الحقيقة يستوون، ما في مرجح لأحد مع الآخر، ما في شيء يرجح قول هذا ولا قول هذا، وإن كان مدعي الخمسين يدعي زيادة، والمنكر والذي يقول 50 ينكر هذه الزيادة، لكن في الحقيقة كلاهما مدع ومدعى عليه، فالذي يقول هي 50 يدعي أنها 50 وينكر أنها 51، والذي يقول أنها 51 يدعي أنها 51 وينكر أنها 50، فكل منهما مدع ومدعى عليه، ولا مزية لأحدهما على الآخر. وقال بعضهم من دعا الزيادة فهو فيؤخذ قول المنكر، وقيل القول قول البائع لما جاء في حديث ابن مسعود أنه القول قول البائع، القول قول البائع، لكن حديث مسعود هذا الذي روي في هذا الباب اختلفت ألفاظه، وأنه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال اختلف البيعان في بعضها والسلعة قائمة تحالف وتراد البيع، وفي لفظ القول قول البائع ثم القول قول البائع. والأحسن في هذا الحديث وفي خلاف كثير أنهما يتحالفان، يعني يحلف البائع على إثبات قوله وعلى نفي قول المشتري، ويحلف المشتري على إثبات قوله ونفي قول البائع، فيقول البائع والله ما بعتها ب50 إنما بعتها ب51، ويقول المشتري والله ما اشتريتها ب51 إنما اشتريتها ب50، لأن القاعدة عندنا أن من قلنا إن القول قوله يعني بيمينه، بيمينه فلا بد من اليمين. ثم بعد ذلك إذا تحالفا نقول للبائع هل ترى من رضي بقول الثاني من البائع والمشتري تم البيع، فإذا رضي البائع بقول المشتري أنها 50 تم العقد على 50، أو رضي المشتري بقول البائع على أنها 51 تم البيع ب51. والرواية التي فيها فالقول قول البائع تحمل على أنه إذا رضي المشتري، لأن البائع يحلف أولا فيقول والله ما بعتها ب50 إنما بعتها ب51، نقول في هذه الحال قول قوله، بمعنى أنه لا يلزم المشتري أن يحلف، ننتظر نقول المشتري ترضى بقوله، يقول لما إن رضي نقول الحمد لله ما لحاجة يحلف وانتهى الأمر،
ولا يفسخ البيع ولا شيء، البيع حتى الآن لأنه ما حلف المشتري. فإن قال لا ما أرضى، نقول احلف أجل، إذا كنت ما ترضى احلف على إثبات قولك ونفي قول البائع، فإذا حلف فسخ البيع بنفس التحالف. وقيل لا يفسخ إلا عند القاضي على خلاف، لكن المقصود أن في أن 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 أنه في هذه الحال أظهر الله أعلم الحديث أن البيع ينفسخ بمجرد تحالفه ما على ظاهر الحديث ولا يحتاج إلى حكم حاكم. فإذا تحالف فمن رضي بقول آخر أخذ به. ففي هذه المسألة لا نرجح قول أحد على الآخر، بل يتحالفان ثم بعد ذلك يفسخ البيع، ولهما بعد ذلك إذا فسخ البيع أن يعقدا بما شاء. فسخ البيع لهما أن يعقدا بما شاء في هذا، انتهى البيع الأول والعقد وانتهى، ما عاد ملزم، ليس ملزما. نقول اعقدا عقدا جديدا على ما تشاءان من البيع، يعني من قدر الثمن. هناك أيضا مسائل أخرى في مسألة في هذه القاعدة، أيضا منها أيضا ما أشار إليه المصنف رحمه الله، اختلف هل البيع حاله بعد الشراء، فالقول قول البائع. وهذا مسألة البيع في مسألة العيب فيه مسائل كثيرة وتفاصيل، لأن العيب قد يكون أو يتبين بالأدلة والقرائن أن القول قول البائع أو قول المشتري، أو أن يكون قول المشتري، مثل يشتري حيوانا وبه وتم البيع مثلا من عدة أيام وبه جرح طري، به جرح طري ينزف دما، فادعى المشتري أن هذا البيع قديم، أن هذا العيب قديم، قال إن هذا جرح قديم. نقول ما كان يكذبه الواقع فلا يلتفت إليه، ما يحتاج إلى بينة. فإذا قال المشتري إن هذا العيب وهذا الجرح موجود، يقول لا هذا الجرح لا زال ينزف، كيف تقول إن مدة أيام، هذا ما حصل من قبل قليل. لكن إذا انبهم الأمر ولم يتبين، واحتمل قول المشتري، واحتمل أن العيب قديم، واحتمل أنه حديث، احتمل أنه قديم واحتمل أنه حديث، مثل العيب يتبين في السيارة خراب أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال قال كثير من أهل العلم القول قول البائع الذي ينفي العيب، لأن المبيع الأصل يكون سالما من العيوب، هكذا قالوا في هذه المسألة. القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضة. هذه المسألة وهي رجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها، رجوع التحريم إلى نفس العبادة يعني إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها. مثاله صوم يوم العيد، لو أن إنسان صام يوم العيد، وقد صحت الأخبار بالنهي عن صيام أيام العيد، نقول هذا الصوم باطل، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه وهو يوم العيد، النهي عن صومه، فصومه هو عين المخالفة لنهي عليه الصلاة والسلام، فهو باطل لأنه راجع إلى ذات الصوم. فلم ينهى عن الصوم في يوم العيد لأجل شيء تعلق به، لكن نهي عنه في يوم العيد خصوصا، فلا يصح الصوم، والصوم باطل. هذا قول جماهير أهل العلم في صوم يوم العيد. ومنه أيضا النهي عن الصلاة وقت النهي، في أوقات النهي الصلاة باطلة، لأن النهي يعود إلى نفس الصلاة، وأنه هذا الوقت ليس محلا للصلاة أصلا، بمعنى أنه لا يجوز ابتداء النافلة فيها، لا يجوز ابتداء النافلة فيها بغير سبب. في هذه الحالة نقول الصلاة باطلة.
هذا إذا عاد إلى إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى ركن فيها. إذا عاد هذا الأول. القسم الثاني إذا عاد إلى شرط في العبادة على وجه يختص بها كاجتناب النجاسة والسترة في الصلاة هذه النهي عن الصلاة بالنجاسة جاء بخصوص الصلاة، والأمر بالسترة جاء بخصوص الصلاة، فهو عائد إلى شرط العبادة على وجه يختص بها. وهذا ذهب كثير من العلم إلى أنه لا تصح، لأنه لا يصح. وفصل بعضهم في مسألة النجاسة بين الذكر والنسيان، قالوا في حال الذكر تبطل وفي حال النسيان فلا، وبعضهم عمى، والمسألة فيها خلاف. وإذا كان ذاكرا لا شك أنها باطلة، إذا صحب النجاسة ذاكرا قادرا على إزالتها باطلة. أما إذا كان جاهلا وناسيا فإن الصحيح أنها لا تبطل. انتهى الشريط الثامن، وللمادة بقية على الشريط التاسع.